في البداية كده عايز برضو أعرف منك إزاي أقنعت مارتن يول كاسم كبير في عالم التدريب إن هو يجي النادي الأهلي؟ هو طبعا كان عنده فكرة عن الكرة المصرية مش فكرة كاملة. لما نادي الأهلي احتاج مدير فني أنا سافرت له وقعدت معاه واتكلمنا وشرحت له المشروع ونادي الأهلي والجماهيرية وكل حاجة، وهو حس إن الموضوع رايح نادي كبير، فابتدينا نتكلم مع نادي الأهلي وعرضنا الاسم على نادي الأهلي، ونادي الأهلي طبعا رحب إن مدرب بالاسم ده يكون موجود، وابتدينا نوصل لصيغة اتفاق في العقود ونجحنا يكون موجود في نادي الأهلي. طب ايه ابرز يعني كانت الحاجات اللي ممكن كانت الصفقه يعني ما يتمش ان هو يبقى مدير فني النادي الاهلي؟ هل في حاجات كانت عقبات كده في الكلام خالص؟ ما تنساش ان هو اكبر العقود اللي في اوروبا ان البريمير ليج بيدفع ارقام كبيره الدوري الالماني، يعني هو بيلعب بيبعت احنا برضو وصلنا ان هو يقدر يقلل ارقام مبالغه، يقدر يقلل فلوسه عشان نقدر ان هو يكون موجود في نادي بقيمه وجماهيريه النادي الاهلي. والراجل ده شاف ده، ولما جه في مصر لمس ده في كل حته موجود فيها. وانا برضو في وجهه نظر يعني ان التجربه دي برضو ما خدتش حقها، وكان في اقدر اقول تسرع في الحكم عليها، لان انا هقول لك مارتن يول جاء النادي الاهلي في شهر 3/2016. كان الهدف من وجوده في التوقيت ده ان احنا نجهز الفريق للموسم الجديد. وهتاخد بالك ان مارتن يول هو قبل ما يمشي هو اللي تعاقد مع علي معلول، تعاقد مع جونيور اجاي، اكرم توفيق، محمد الشناوي، واعتقد مش فاكر مين بقيه اللعيبه، بس اعتقد دول الحاجات الاساسيه اللي اعتقد اثرت في نتائج النادي الاهلي بعد كده، وفي اداء النادي الاهلي ومن اللعيبه اللي ركايز في النادي الاهلي لحد دلوقتي. فاعتقد ان هو لو كان الامور كانت احسن او ما كانش في تسرع للحكم الموضوع كان الموسم الجديد هيبقى مختلف تماما.